بونجور مشاهدينا. بونجور لاحلى فاديا المندلة. هلو، هاي، كيفك؟ انا منيحه، انت؟ جود، الحمد لله. جود، جريت. اليوم مشاهدينا بفاشينيستا حنحكي انا وفاديا اكيد عن لوكيت هلا تبع الصيفيه لفيو سيلبريتيز فيو بيبل، نعمل لهم جديد ومنهم انا وانت طبعاً. كمان باي ذا واي، وانت كمان. وحناخذ اليوم لايف كولز، اتصالات مباشره على الهواء لكل حدا فاديا، لانه بتخلص دائما حلقتي مع فاديا بيجوني السؤالات كلها. سو هلا عندكم الهواء لكم، كل حدا عنده سؤال لفاديا عن شعره، يعني شو بيلبق، شو دارج، او شو مثلا اذا مقصف منزوع الشعر. مزبوط. كله شو لازم، كيف يعطونا بشعرهم. فاديا هلا عندنا وقت لكم تسالوا السؤال اللي بدكم اياه، فاديا بتجاوبكم عليه. بنبلش باللوك تبعي. بلش باللوك تبعي. اللوك تبعك يعني اتس ذا ات لوك. ذا ات لوك، يس. يعني فتحنا. هيدا فتحنا جولد، هيك كثير برايت فريش سمر، يعني واحد بيطلع فيك هلا عن جد بحس سمر. بحس سمر. الشعر القصير بيكسي هيك، الغره بعدها طويله بس في موفمنت، اتس ا فيري سكسي لوك اكشلي. ويت لوك ايزلي، يعني فيك تستعملي كثير از ويت لوك، يعني حلو على البحر، بتحسي يعني فيري فريش. يس، هين. وقت جينا غيرنا لوك لفاديا، بدي لوك هين للصيفيه قادر اتصرف فيه مثل ما انا بدي. سو هيدا كان اللوك. فاديا خلينا نبلش بالصور حتى نلحق، لانه عندنا كذا شغله نحكيها اليوم. حنحكي عن ستيفاني صليبا. ستيفاني صليبا شفنا شعرها قصير وشعرها طويل، مش حنفهم كثير. لا هو قصير هلا، قصير هلا، قصير هون. ات واز ا سيرتن لوك، لحقنا المود يعني مثل ما بقولوا. اوكي، سو طولنا لإياه، بس خلينا ننقل لبركه تاتيانا. yes. على الصور الباقيين. انخربطوا شوي الصور من بعدها. هون عم نشوف yes. مايا دياب. مايا دياب كمان جانا قصير. جانا قصير، جانا قصير. انا على فكره من الاشخاص اللي كثير حب مايا بشعراتها، وكثير حبوه وكثير لبق لها وكثير عطي ستيل حلو. اصلا مايا كل شيء بيلبق لها يعني. مايا كله بيلبق لها. yes. بيلبق لها الطويل والقصير وهيدا، ودائما عم نشوفها بالفاتح، ما بقى خلص فتنا بالفاتح. ما هو الفاتح بس تفوتي فيه، يعني دائما انا بحس بيعطي هيك، بيعطيك شيء، بيعطي هيك برايتنس. مزبوط. سو بتتعود عليه، بس اذا بتلاحظي دائما الراسين غامقه، دائما الراسين مهمه كثير، لانه كمان بتساعد. عم نحكي كالوان يعني، لان دائما واحد بشوف الشقره انه هي لازم تكون بيضاء وعيونها بالعكس، يعني اذا كانت سمراء حلو انه تكون في شيء كونتراست، الراسين تكون شوي اغمق، الكونتورين يكون نكزه اغمق، يعني يضلوا عاطي لابق يعني. مزبوط. حنرجع عند ستيفاني فاديا باللوكيت الجديده تبعتها، قصير شعرها كاري. قصير كمان. مزبوط. الكاري عم نشوفها. yes. كمان ستيفاني مثل القمر يعني بيلبق لها كل شيء. مزبوط. كمان هيدي سبيس ترندي يعني، هلا كثير دارجه هيدي القصه. كاري وان لينث هيك بلوك ماسي، فيكون ستريت اكيد، بس كمان اتس سمر لوك اكشلي، يعني بتطلع فيها بتحس دغري صيفيه. دغري صيفيه، وحلو كمان بينعمل له سليك لوك، كمان بينعمل سليك لوك ويفي ماسي بيتش ويف، يعني فيك تغيري، وبالذات الوقت اتس فيمينين. مظبوط. فادي هيدا اول اتصال معنا حناخده انا وانت على الهواء. بونجور. بونجور، اهلا. مين معنا؟ يوانا. هاي يوانا. بليز بدي اسالك فادي، انا كثير عم بهر شعري. عم بهر شعري من وقت لوقت، بمرق بفترة كثير بهر وصرت خسران نصه بقى، شو بتنصحيني اعمل لحتى ما يهر شعري؟ اعمل له مينتنس لحتى ما يهر؟ وعلى فكرة انا فحوصات الدم كلها منيحة، يعني ما ناقصني لا حديد ولا شيء، بقى شو بتنصحيني اعمل؟ اوكي اوكي، بدي اسألها انا اول شيء عن الصحة، يعني فحوصات، لأنه يجي اللي بيكون شيء من الداخل. حضرتك ما سألتها إذا يمكن مخلفة، ولادة، ممكن يكون ستريس، يعني في شيء هرمونات ان جنرال، يعني في كثير هيك قصص، بس عم تقول فحوصاتها كثير منيح. مش غلط انه تستعمل، تعمل له شيء تريتمنت كور، يعني ممكن تعملي كور امبولات للهر على فتره. انا دائما بنصح كل الكلاينتس اتليست يعني مره او مرتين بالسنه تعملي كور للهر، بتقوي يعني تغذيه، كله تغذيه. انا دائما بقول غذي شعرك، يعني كيف بتاكلي وبتغذي حالك وبتاخذي الفيتامينز تبعك وبتاخذي فيتامين سي وفيتامين اي للسكن، كمان لشعرك لازم تعتني فيه. سو كثير منيح اذا بتلتجي ايذر شيء نوتريشن يعني فيتامينز، او امبول للهر، شامبوان، او عندك تجي على صالون فاديا المندلة. هو الاساس بهذا الموضوع. اكيد اذا فيها تقطع، أكيد. اذا كانت بعيده ومش قادره توصل، الافضل انه تعمل شيء كور تتساعد شعرك.
فادية حنكمل مع منى ابو حمزه على التلفزيون على سوري على الاكران الصوره كمان. منى عم بنشوفها دائما مور اور ليس بنفس الستيل، بتغيري لها شوي صغيره. مزبوط دائما هيك في تاتش هيدا اللوك تبعها. يعني امرار الغره شوي منقصرها شوي منتركها اطول وبنشتغل على اللون ذا ناتشرال كولر ذا ليدي. يعني ذيس از منى ست الستات. منى انديد. اتصال ثاني فادية، شو رايك ناخذه؟ الو الو بونجور. اهلا بونجور، مين معي؟ ريموندا. هاي ريموندا، شو عندك سؤال لفاديا؟ انا لون، اول شيء بونجور فاديا. بونجور فاديا. بونجور. انا لون شعري قريب من لون شعر منى ابو حمزه، بس انا عيوني خضر، هيدا شعري المضبوط مش طبخته، كنت كثير بلوندي وغيرت، هلا عبالي فتح شوي بس ما بدي ارجع للاثر كثير، شو بتنصحيني اعمل بلون شعري؟ اوكي، لون شعرها هي ستيل منى. ستيل منى لون شعرها مثل منى. اوكي، وبدها ترجع كانت بلوندي عملت وترجع تفتح شوي بس ما تطلع بلوند بلوند. لا ما ضروري نطلع بلوند، اكيد فينا نعمل شيء اومبري، فينا نعمل يعني هو افضل تقطعي لعندي اكيد تشوفيك تقدر اعطيك الجواب المضبوط. بس فيك تفتحي بطريقه كثير ناتورال بلا ما تشقري كثير، اكيد ديفينتلي، ومثل ما عم تقول عيونها خضر so it's nice. بنعمل لها كونتورينج، هيدي كونتورينج موفمنت خفيفه بتفتح شوي بس بذات الوقت ما بتشقري كثير، يعني بفهم اذا كرمال شعرها الكواليتي او هون so. وقتها نحكي شوي الوان افضل ننمجع على الصالون فاديا تتشوف كمان السكن كمان شو بيتبقى لكل لون بشركم الكواليتي تبع شعركم، مش كله في يطلع اشقر 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 يعني في دوغري اكيد طبعا. لا اكيد، وحتى مثل ما قلت يعني كالوان شو بيلبق وستيل والكواليتي تبع الشعر كمان so, بس انه دائما برجع اقول يعني الكونتورينج والامبري هيدي طريقه كثير حلوه للي بتكون كانت شقره وبتطلع من الشقر وحابه ما تحس انها غمقت كثير، الكونتورينج مع شويه هيك على الكادر بيساعدها انها ضلت حالها فاتحه بذات الوقت بتكون غمقت شوي. مزبوط فادية. بنكمل بالصور ومع ريما جيم حبيبه قلبي ريما. ريما عم يتغير لوكها هيك، عم نشتغل هلا غيرنا على صار لها لانه هي يعني كثير شعرها طويل بتلاحظي قصرت لها طبعا مع حوار كثير ما بس ما فيك تربحي مع ريما. بس ريما بتحب مع قصر قصر لانه ريما بس تضحكي بحوار الرايق الحلو ليه عرفتي كيف كثير حلو شعرها لريما وكثير صيفي كمان عم نحس مود صيفي فريش يونغ بلايفل بقول بلايفل لوك يو نو يو فيل فيري هيك فيه حركه اللوك يعني. ولبق لها كثير كثير. اتصال جديد فادية. الو الو وي بونجور. بونجور مين معي؟ مين معي؟ معي فرح. فرح، فرح شو عندنا سؤال لفادية؟ أنا سمرة ورايحة برونزي أكثر يعني. فلون شعري بلو بلاك. عبالي غير فتح تقريباً، شو بيلبق الألوان؟ فرح سمرة وهلا عم تسمر أكثر على البرونزاج وشعرها بلو بلاك وعبالها تفتح، كيف فيها تشتغل على شعرها ما ينتزع شعرها وتقدر تفتح شوي؟ بدها تقطع لعندي كمان مرة، ضروري تقطع لعندي فرح لحتى لي شوف لك شعرك وشوف الكواليتي، أكيد فينا نطلع من الأسود بطريقة كثير ناعمة وخفيفة. إنه بيلبق لي اللون الفاتح؟ بيلبق لها لون فاتح إذا هي سمرة، مايا دياب سمرة كمان يعني مايا من قبل كنا نشوفها بشعرات غامق وجراجولي صارت شقرة. أكيد أكيد بيلبق لك أم شور يعني بس يا ريت تقطع علي وبشوفك بس أم شور إنه بيلبق لك إذا سمرة ومنفتحه بطريقة بلا ما يتعب شعرك هيدي فور شور. اتصال جديد كمان. ألو ألو وي ألو هاي مين معي؟ وي بونجور غلا. وي مين معي؟ انا طلعت على الهواء. ما عم بسمع. انت على الهواء انت على الهواء انت على الهواء. هاي بونجور غلا. بونجور غلا. هاي هاي اليوم لوكك بعقل هيك بروفيت من التليفون. ثانك يو ميرسي بوكو ثانك يو ميرسي. بدي اسالها سؤال. قولي لي شو سؤالك؟ هلو وي وي هاي فادية. هاي فادية يمكن انا بطلع السؤال نفس الشيء مثل اللي بقيت قبلي، انا شعري عملته بلو بلاك وصار لي تقريبا من شي سنه عم جرب انه فتح فيه وما قدر كوافير يعمل لي ديكاتاج لانه انا شعري صار لي فتره كمان عم يتكسر عم يتكسر شعري ماني عارفه شو بدي اعمل، عرفتي انه لا بيقدر يتحمل ديكاتاج وام منتون هلا صارت انه راسين على مروق ومن تحت اسود وهذا الشيء كثير عم بيعذبني. اوكي شو بتنصحيني؟
ضروري تعتني فيه كتير، يعني بدك كتير تهتمي فيه، تعملي له تريتمنتس، حمامات زيت، سيرم على طول، يعني ضلوا معك بالجزدان. انا بقول دائما ضلك عم ترتبي هيدي دو ان دو دو، ضروري شوفك اكيد اكثر، انصحك اكثر. بس هي صعبه البروسيدجر، من الاسود انك تفتحي وتكوني اذا بطريقه قاسيه، يعني ما بعرف شو نعمل مزبوط انه فجرب يفتح لها. بدك شوي شوي تقصقصي شعرك ونصير نفتحه جراديوتلي، اكيد ما بقى تعمل اسود، يعني ما تحط عليه اسود. يا ريت فيك تقطع علي، ما عرفت اسمها بس ايه، ولا انا انتبهت ايه للاسم. يا ريت تقطعي لعندي بشوف لك شعرك وبنصحك وشو ممكن تعملي تريتمنت لتحضري شعرك تنقدر نفتحه بلا ما يتكسر زياده. هي مهمه فادي، انه كمان كثير بيسالوني لاسالك وقت تفتيح من الاسود لنفتحه شوي، في مش هيك ما في شيء ماجيك، بده شوي شوي في ستيبس بدها تنعمل، في ستيبس، في سيرتن برودكتس، في برودويات خصوصي بنستعملها، في وقت وقت وقت، يعني ما بدنا نحوص كثير، في بروسيدجر يعني بدنا نتبعها، يعني مع كل في وقت، يعني مزبوط. لازم نحترمه للوقت، انه it takes time، يعني بدك تفتحي من البلاك لللايت ضربي حساب جاي عندك 4 ساعات، لانه فينا نعمله بسرعه، فيني افتح بنص ساعه او ساعه، بس بتعتبري انه عم ينحط برودوي كثير قوي وشيء كثير قاسي، سو هذا الشيء ما بدنا اياه. سو تضرب حساب دائما انه في عندها قاعده ونفتحه على مهلنا جراديوتلي افضل، يعني شوي شوي تنوصل على اللي بدنا اياه بلا ما نحرق شعرنا، يعني مش انه اليوم شعري اسود اليوم بدي اياه يشعر، اضرب حساب انه انا شعري اسود حب افتحه مرة على مرة، يعني خلال شهر يمكن مزبوط. يعني على كذا مرحلة كذا ستيب تعمليه شوي شوي، لأنه يعني بيصير الضرر أخف على الشعرة، يعني مثل اللي بتعملي بتنزلي على البحر وبتتشمسي بتحترقي من أول مرة، فرق ما تنزلي تقعدي تعمليهم، يعني قسميهم أفضل لشعرك وهيك تتحفظ على الكواليتي. اتصال كمان فادي اليوم والعينة اتصالات. جلاديس، هاي جلاديس. هاي، كيفك؟ منيحة. شو عندك لفاديا؟ ما بعرف شو بدي إلا لون شعري لونه. شو لون شعري؟ مليون، شي أشقر شي أبيض شي ما بعرف شو. أوكي. وأنا ما بدي لا أطلع من الأسود ولا فوت بغير لون. إف. شو طالع عبالك تغيري؟ يعني طالع عبالك عبني؟ هي لون شعري شو؟ خبيصة. بدي لون يلبق لي. أنا شقرة عيوني خضر بس ختيارة. مالك حابة تضلك على الشقر؟ إيه. شعرك قصير يا ما طويل؟ الشقرة لا وسط. تشوف وسط يمكن. يعني أنا بقترح بتجي لعندك زي إيه؟ مش أشقر، يا ريتو أشقر، مش معروف راسه من كاب وقد بصاره حاطين لي فيه ألوان. صار يعني مش خبيثة ألوان بشعرها. الأفضل أكيد تقطع لنشوفها، بس أكيد. يعني إذا بدها تعمل شيء هي، أو أنا بعتقد إنه لازم يمكن تعمل له يمكن هايلايت أو لولايت، يعني إذا ما عندك بدها توحد اللون، يعني قصدي إذا ما نحب تغمقه لتوحده للون وبدها شيء قريب من لون شعرها، الأفضل ينعمل له هايلايت شوي شوي تا يصير يلبق مع شعراتها. فاديا الحديث معك ما بيخلص والسؤالات أكيد ما بتخلص. عنوان واحد فاديا المندلق، قطع كل الأدريسات وكل الأرقام التليفونات. فاديا أنا كتير انبسطت كنت كمان معي كمان مثل العادي، بس أنا اسمحي لي وجه تحية لكارول إبراهيم يلي دايما بتهتمي كمان بلون شعري. بنوعدكم بعد بحلقات جاية أنا وفاديا وسؤالات دايما. مشاهدينا خلصت فقرتنا لليوم، منكمل هلأ مع لايف. باي باي فادو.